لك الحمد يا ربي فأنت المليك لأرواحنا والكون والكل رحيل. لك الحمد حمدا سرمديا ودائما على كل حال حمدك الله حصيل. عليم بأخبار النفوس وسرها عظيم جليل مثله لا يمثل. تعالى عن الأمداد في كل شأنه إلها كبيرا في المحاسن كامل. فمن ذا الذي يسقي الجنين طعاما ومن ذا الذي يسقي مياه السواحل. يفرج مكروبا ويحفظ غائبا ويرزق مسكنا ويغني عائل. فلله أفضل تضيء دربانا ولله ألطف نراها تعجل. إلها عظيما فالق الحب والنوى ويخلق آلاء عظاما دلائل. غفور رحيم لا يقنط عصيا وما خاب من يدعو إلها يسائل. فيا ربي ثبت باليقين أحبتي وإن شدت الأمواج لطفك سحيل. وإن شدت الأمواج لطفك ساحل. غفور رحيم لا يقنط عصيا وما خاب من يدعو إلها يسائل. فيا ربي ثبت باليقين أحبتي وإن شدت الأمواج لطفك سحيل. وإن شدت الأمواج لطفك ساحل. شيخنا قريق عصبة مركز كاللوغر دار العلوم كي هو وقف للشيخ محمد عبد الله الصومالي مدفون بمكة المكرمة حفظه الله رحمه الله. كان هو بوس عصبة سكن وقفية مركز سكن هذا على قضي مركز حرمنا علومه إنه يتشرف بفتحه افتتاح المركز. إن شاء الله دعاء إن شاء الله تعالى عمر صالح وجديد وياه إن شاء الله. بارك الله فيك. مقوم كرجال سو شاء الله. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا وعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وبارك لنا في قوتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقواتنا ما أحييتنا أبدا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا أن تستمع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا.